ملعب الشهيد حملاوي الذي استعاد حيويته، استعاد نشاطه، استعاد هذا الجو الذي افتقدناه تقريبا منذ سنتين على هذا الملعب. أكثر من سنتين لم يلعب السياسي على ملعبه المفضل، على مسرحه المفضل، الداربي المغاربي الذي اشتعلت مدرجاته مبكرا مثل ما نشاهد. أكثر من 1300 مناصر تونسي دخلوا إلى ملعب ويشجعون جواز السفر فقط. بينما هنا في المقابل نشاهد مدرجات ملعب الشهيد حملاوي، هؤلاء هم السنافر، الملعب تقريبا مقتطع عن آخره. أكبر من السباحة محمد بن شعيرة وإبراهيم ديب قائد فريق من النجم الساحلي التونسي الذي يدخل اليوم بالتشكيلة الآتية التي ستكون هناك بسوسة بعد أسبوع من اليوم. تركيز طبعا بدأ قلت مبكرا، لكن استرجعت حذاري، لا توجد هناك وضعية تسمم، لا حذاري من الجهة اليمنى، الرقابة واجبة مرت حسين صعود 7-8 و7 لاعبين داخل منطقة الجزاء. أسامة مداحي آخر من لمس الكرة، بينما هنا عماد بن يونس ولامين بوغرارة 51 سنة لبي ولفت مباشرة وبوصوف ببراعة. هذه تسويبة لكن بعيدة، إعادة مخالفة ملفتة مباشرة من دون مدافع، كانت من إبراهيم ديب أحسن لاعب وأفضلهم على الإطلاق الموسم الماضي والقائد. مرة تسويبة تصدي الحارس، لاحظوا جيدا، تابعوا كيف كانت التمريرة بشكل ممتاز. دقيقة مع هذه البداية، هذه فرصة ضاع الهدف الأول، ماذا ضيع؟ جاءت بهذا الشكل، ارتدت الكرة وصلت إلى إبراهيم ديب هنا لوحده بطريقة غريبة جدا. بداية الموسم وأنت ما تزال تحضر، صعوبة كانت من يوسف العبدلي، لكن عادت هجمة تونسية من الجهة اليسرى، حذاري من هذه الهجمات. نلاحظ الإعادة، شوف مداني تجاوزه المهاجم يوسف العبدلي، إبراهيم ديب، بينما هذه تصويبة خطيرة جدا، خطيرة جدا. لاحظوا لعادة الشوف النادي التونسي على هجوم المرتد، حذاري، التصويب 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 التصويب، يحذر من الكرة، سيكون أمرا رائعا. هذه كرة عرضية لكن على الشمال يسبع الكرة الركنية بالقائمة الثاني، حذاري القادمين من الخلف، هذه الفرصة هنا الإعادة للفرصة الماضية التي كانت خطيرة جدا على دفاعات الشباب. هنا المدافع واحد كرة الصافرة تسبق الشباب وتعلن عن نهاية الشوط الأول. مشاهدينا متابعينا شباب، هذه فرصة تصويبة خطيرة بصعوبة على الجمال من هذه المسافة تقريبا من أكثر من 40 متر، هنا بصعوبة على الجمل، فرصة حقيقية لشباب قسنطينة. قسنطينة هنا الكرة، هنا الضغط على حامل الكرة من دون خطأ، هذه فرصة لشباب قسنطينة، هذه فرصة، هذه فرصة، الهدف الأول، هو ضاع الهدف الأول أرضية، لكن الدفاع التونسي تصويبة ممتازة. هناك الجماهير التونسية في هذه اللقطة هي من ترمي بالشماريخ وتصعب من 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 الرؤية. أحمد خالدي التصويبة، لكن بين يدين هذه الصور وهذه المشاهد من المدرجات الخاصة بمشجعي النجم الساحلي، مشجعي. بينما هنا الصورة المثالية التي يصنعها مشجعه داخل منطقة الجزاء لمداني، ولكن الحارس الجمل، هذه كرة فوق المرمى من أسامة مجددا لسمايلة، سي دي بي يبحث عن التسديد، سي دي بي يبحث عن كرة، كرة حذاري 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 حذاري، الهدف الأول لوحده، غير معقول. متوسط الميدان سمايلة، سي دي بي لوحده يراوغ يتقدم ويجد نفسه وجها لوجه مع الحارس خيردين بوصوف،
في غياب المدافعين غير معقول وغير مسموح أقول أن يسجل الهدف بهذه الطريقة. لمين بوغرارة طبعا لم يكن يتوقع هذا السيناريو. شوف في الخطأ الدفاعي شوف أن بن شعيرة منح وكأنه لعب كرة واحد اثنين مع تصويبة جاءت من الساحل. ما زالت تقوم بكسر عملية كسر الكراسي. لا أدري ولا لإبراهيم دي بالرأسية. ماذا هناك؟ هل هنا شوف هل كان هناك تسلل؟ هل كانت فيها حالة؟ شوية متقدم أمير بليلي وصعود تقريبا كل لاعبي شباب قسنطينة تبحث عن الرأس. رأس دمان وحذاري من هذه الفرصة وهذه التصويبة. ممتاز خير الدين بوصو في التعامل مع هذه اللقطة. ماذا هناك؟ كبطاقة صفراء فهناك خطأ وبالتالي الخطأ داخل منطقة الجزاء وعليه ركلة جزاء. لقطة النجم الرياضي أو النجم الساحلي التونسي ولا تفهم. الهدف الثاني للنجم الساحلي سيب بهدف أول بخطأ دفاعي لا يغتفر وهدف ثاني من ركلة جزاء المعاكسة ونهاية المباراة. نهاية المباراة والشوط الثاني لم يكن في الحسبان تماما والسيناريو لم نكن نتوقعه تماما.